بارك فيك. بسم الله. اهم شيء استانسك في الحجاج. لا اوفر اوفر اوفر. هاشم مرحبا. كيف الحال؟ تعال ابو فجر. فجر تعال. شلونكم يا الربع؟ تعال انا تعال. مساكم بخير. شلونكم فجر؟ شلون؟ طيب. امورك؟ مساكم بخير. شو الاخبار؟ يلا يا مرحبا. هذا عبد العزيز. اخبار عبد العزيز طيبين. ونعم. اي نعم. مالك زود ابشرك الحمد لله. كلهم نوبه حبيبي. بارك فيك. اهل المدينه كلهم يسلمون على ابوك ومبدعين. اي والله مبدعين كلكم وكلكم مكملين البعض ما شاء الله عليكم. محمد ابن خير مرحبا. عاد معروف يا مرحبتين. ساك بخير. يلا حيك. كيف الحال؟ ساك طيب. استريح 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 ابو حور. تعال انا يا مرحبتين. كيف الحال؟ ساكم خير طيبين. ساكم خير. يلا حيك. كيف الحال؟ يا مرحبا. ساكم خير. الله حيك. الله يبارك فيك. شلونك؟ ابشرك والله كلهم بخير. شلونك؟ ابشرك. يومك الحمد لله ابشرك. كيف الحال؟ ساكم خير الله يجعل. مرحب مرحب المنشد. يلا حيك. الله يبقيك. كيف الحال؟ ساكم خير. شلون صحتك؟ طيب ان شاء الله. هي شيم يا مرحبتين. كيف الحال؟ شيم ونوبة. ساك بخير كلهم بخير. يسرك الحال. سلمك. كيف الحال؟ قادر صارت صاحبتك الظاهر. الله يسلمك يا مرحبتين. ابشرك الحمد لله كلهم بخير. وبارك فيك. يا عبد العزيز شيم قولي هذا من كذا يا شباب. قولي له قولي له هذا من كذا. قولي له قولي له اهدى من كذا. كذا قولي اهدى من كذا يا محسن. اسلم يا ابو. قالت تعال تعال ارك حمر اليوم البارح خصم الله من الفجر اليوم نسولف وانا وياه لقيت حين جلوس. ايش حالك؟ احاول اني اضحك عليه عشان اهدي ما في خاطري. انا وياه مبطين من هلا. ايه فاقول مدى تخيل يا محمد ان شويله والله ان الباب منفتح وعيالك داخلين عليك. فيقول والله انك لو ما تسكت والله انك لو ما تسكت اكثر واحد غثني وتغير نفسيته. اليوم يوم دخلوا البنات وشفتهم زانت نفسيته. حلفت له بالله الله اللي يعلم اللي في خاطري اني ما عديتهم الا منيره وشهانه. اكيد الله يرحمه. اي والله الله يرضى عليه. لان حنا بين في القريه هذه صرنا نعد عمارنا من انفسنا. والله ما عد محمد الا انا ولا يعدني الا هو. اليوم الخطه الفجر لليوم. اي شلونكم؟ خطه والله جهنميه. سم لكن اليوم الفجر سالتك اللي صار هو اسمع يا عيال السالفه هذه. شريح يا ابو اسلم. شريح الله. والله يا جماعه الخير عبد القادر جاني وانا اتحلم واقول لا اله الا الله. انا عندي نوب تفسر احلام نوب مو دايم. بس خليني اقول لهم السالفه بعدين. علم السالفه. دخلت الساعه 3 المسجد. هذا دائما ينام في المسجد عشان يصحونه يصلي زين. المهم الساعه 3 ونص كذا انا ما نمت ذاك اليوم انا وياه بس الشباب باقي سامرين برا. يوم اسمع يضرب كذا ويسوي بالفراش كذا ويضرب اللي جنبه. انا بيني وبينك خفت قلت يمكن رجالنا في شيء مريض يمكن ولا شيء. قمت اطالع فيه محمد ما اعطاني وجهي. اسلم الله يرحمه. فعرفت انه يتحلى. خليته 5 دقائق تقريبا كذا الا والرجال صح. لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. ايش علمك يا ابو فجر؟ سكت ما علمني. قال حاجه حلوه ان شاء الله بتصيدني. بس والله ما علمني ولا عاد سالته. قلت يمكن حاجه خاصه فيه ما ابغى اسال. الحين علمنا. فايش اللي صار؟ ايش اللي صار يعني؟ هذا الملف. وحلفت والله لابو حور. انا طبعا المسابقين اذا قال واحد ابغيك في موضوع قد يخايفني غلط عليه ولا شيء. قال والله يا اخوي. قلت عسى ما اخلف. قال امر طيب يا اخوي حلمت ان عيالي يجوني. والله على ما جاك اكرمك الله. انت حق ان اجل هو نفس الحلم جالات يجوني وانا طلعت من عندك رحت لقيت. وقال اذا ما جو طبعا هو قلت اليومين هذه هو ما ودي ابين انه يفسر الاحلام. هو ترى عنده علم في تفسير الاحلام. لا لا ما علم على خفيف كذا لك يجيبها صح. اي والله الله يجبرك. جايني اليوم امس. والله العظيم اني يا رب من قال لا مو طالع انا طالع انا رصيدي يستفيد منه نجي احنا. سبحان الله جيتوا بوقت. امي شلون امي تعال 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 امانه ما ابشرك الحمد لله. يلا حيا شرفت. كيف الحال؟ يا هلا ساكم بخير. الله يطول طيبين. كيف الصحه؟ ابشرك الحمد لله. شلون اللي وراك كلها؟ كلهم بخير يسلمون عليك. الله يسلمك ترى صحيح انتم مبدعين كلكم. اي والله الله يطول والله منورين الشاشه. الله يطول. اي والله ابشرك الحمد لله كلش بخير يسرك الحمد لله كلش بخير يسرك الحمد. مرحبتين. يلا حي غازي شلون؟ مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا يا مرحبتين. كيف حالك؟ طيب ساكم خير. الربع نسمع كم من عبد العزيز تعلمنا يعطينا ما في خاطره. تفضل. والله انتم مقدمين يا ولد ما شاء الله عليكم. تفضل. علمكم طيب والقناة والله انكم شرفينا ومكملين بعض. اي والله
وكلنا داعمين لكم ان شاء الله. الله يرحمكم. اي والله. الله يزوركم. ملاحظات. والله يقويكم. لا ان شاء الله ما في ملاحظات. ابدعوا بس. ابدعوا. انت عندك خبر بحلف الاصابع ولا ما عندك خبر؟ لا هاي جديده هذه. ما عندك خبر. ضربة الاصبع هذيك. هذا انا شلون ملاحظها. لا ما عليك متعود هذا. هو مبطي مبطي هو المطلق الاساسي له شغله ثانيه. سالف انه على محمد الطيب. اي والله. محمد كاشف نفسه عندكم مره واضح. ترى ترى عبد العزيز محمد قد ترى غامض ترى غامض على محمد غامض عزيز محمد راعي المدارس ولا بعيد منه ماني والله من عرفت شياب 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 مره شياب يا مديرته بحصه ودايم ترى خلاص انت اليوم راح عند عند عبد القادر مدري شو الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا ابو يا مرحبا جي 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 الله يرفع قدرك يا مرحبا الله يرفع قدرك يمكن كان يعتبرك اخوي سعيد ما في شك الله يرفع قدرك الله يحييك ومعي واحد هنا لو ودك يشمل العفو وتحذفون بعد على طريق العماريه اسلم يا ابو والله انها طيب وطيب اي والله سبب تعثري اعلاميا ما له ما له الاخ مقرن الشواط هو المشكله انت يا ابو حور يا ابو حور يا ابو حور انت كل يوم تختار لك واحد انا بضحي بك ركز على واحد يا ابن والله يمكن والله زين معك بالمطبخ والمطير نعمه من ناس يجيلون الدخيل من تعازوا بالمطير يبشر ويرقى سنه والمطير نعمه من ناس يجيلون الدخيل من تعازوا بالمطير يبشر ويرقى سنود لا لا ما عليه ما عليه ما خوف ما خوف هذا شعر تركيبه تركيبه انا اوفر انا نعمة من ناس يجيلون من تعاز واب المطير يبشر ويرقى سنود والمطير نعمة من ناس يجيلون من تعاز واب المطير يبشر ويرقى سنود من تعاز واب المطير يبشر ويرقى سنود والمطير نعمة من ناس يجيلون من تعاز واب المطير يبشر ويرقى سنود وانت تستاهل باذن الله الله يسلمك عليكم زود جميع نينو نو هل ما نقو على ما وولي من متري ما شاء الله عليك ها وحش منها عد منها بيتين وخليها لا 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 والله ما تعدى عليك والله روح انتهى انت مزين شيء جديد لا والله ما اهداء منك لبناتك بلسان نعم على دراسه هذه اوه اوفر طبعا طبعا سي اللهب سي اللهب انا ولا من بن لا لا تسني دايم والله توجه ما شاء الله انا ما شبعت منها والله يا جماعه بسم الله بسم الله ما شاء الله ايش المطلع ايش المطلع المطلع يا قرب خلي ابوه خلي ابوه خلني لحظه خلني ارفع خلني ارفع السماعه ايه سلام اصبر اصبر يا ابو اصبر ما شاء الله هذه على لسان ابو فجر نشيط ابو لا ما شاء الله يا قرتال قلب ما ادري قرتال امنيات الله يا ذكريات العام عيد الفطر العام عيد الفطر وشلون بنسى غلاك وكيف يصبح شتات وغلاك والقلب مثل الدائرة والقطر الدائرة والقطر يا قرة القلب مدري قرة الأمنيات الله يا ذكريات العام عيد الفطر وشلون بنسى غلاك وكيف يصبح شتات غلاك والقلب مثل الدائرة والقطر يا قرة القلب مدري قرة الأمنيات الله يا ذكريات العام عيد الفطر العام
عيد الفطر هو شلون بنسى غلاك وكيف يصبح شتات وغلاك والقلب مثل الدائرة هو القطر القطر يا قرة القلب مدري قرة الأمنيات الله يا ذكريات العام عيد الفطر وشلون بنسى غلاك وكيف يصبح شتات غلاك والقلب مثل الدائرة القطر وغارك والقلب مثل الدائرة هو القطر وسلامتكم أنا وطلال عندنا مبادرة نغني علشان يستانسوا البنات لا 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 يا رجل قوم يا رجل قوم 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 شوف أنا معجب بصوتك يا طلال نعرف منه لا صوتي ممتاز ممتاز صوتي لقيتك واحد يمدح ما عجب صوتك جدا احبك يا الله يسلمك الله يعزك ابدع بس عبد العزيز المشكله ان احساسنا عالي اي هذا المشكله شوف المنشدين على طول بعطيك معلومه المنشدين ما عندهم احساس عالي عكس الشين الصوت الشين صوته عالي الله يعطيه العافيه تعال هناك خلاص شيرين يا ابو شلون قرب الساق والاوفر يا طيبين يلا حبيبي خلاص خلاص كلهم بخير يسلمون عليكم جميع اي والله اعطيه قول لي سمعت كذا كلهم بخير غيرك فجر الفتره الاخيره ضايقنا ليه بين على وجهه الاشتياق يعني والله احنا مشتاقين احنا فاقدينه ترى انا فاقده جدا والله اي والله والله انه حبيب وعزيز وضايق يقول لي كذا امين وجزاك خير امين وجزاك خير العظيم ان المثال الطيب للرجل العصامي اللي يحب للناس ما يحب لنفسه شهادة النعت والدي الله يرفع قدرك في اخواني كلهم لكن انا بحكم قربي منه الله يرفع قدرك صادق اي والله عمال ايش تقول لي امس يوم ياكل هنقر تقول يوم تقول له من 10 سنين محبوش ليش صار سنينك تقول من 10 سنين 10 سنين وشو ايض الله وجهك امس انت عبد العزيز دي لاين من هذه من الدخيل العود دي لاين اطلق عطر وهذه افخم العوده تستاهلها الله يرفع قدرك يا ابو بيض وجهك طول عمرك خلنا نعتذر طيب في الجنه يا ابو حور والله استاهل في ذمتي سمع يا حبيبي خلنا انا وابو حور مسكنا ابو بن عمره وسجناه لانه سبب رعب للبنات قول استاهل بن عمره اي بن عمره سجناه سجناه ابو حور ما قبلت يسبب مشاكل ويسبب رعب الله يسامحه بس الله يسامحه طيب هو مكتوب عليه ما في مشاكل ترى يا شيخ حقي طيب هذا هو ده بجد ابن عمك ترى عندك هنا واحد انا خاطر انا خاطر الله يرفع قدرك الله يهينك شيء خلتني خلتني شيء الله يطيبك نوفا على عرسك نوفا هنا هنا ولي عمر ما يقدر زواجك ان شاء الله اي عاد شيء بتروح تبي الاردن انا على محمد بن سعود تبي ابوه يودي الاردن والله ونعم حوالك حتى ان شاء الله تجي على الاردن باذن الله بس خلص خلينا ابوك يجيبك على الاردن زين الله يرزقك لا تبي تروح على الكويت بعدين تجين على الاردن تبي تروح على جده نصر شهري يا ابوي ضارب علينا انت تعال الله يكرمك يا رب افر هذه بطل ولد لا انت ما افر هذه اعطتنا وصف لابو هور قوي يا اخوان ابو هور قالت غبي سمرت بها الشمس لعبت بها الشيء بلي 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 سمار زين يا ابو فجر سمار زين يا ابو فجر بعلك حياك تنور يا حبيب انا غبي الله يعني لا محمد يكبرها شوي ابو فجر هو هو يوم هو بالحيل ترى يم ابو حصه يم حايل دايم يا حبيبي انا الله يبارك فيك يا حبيبي الله يبارك فيك الله يسلمك الله يسلمك ونعم 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 والله ونعم والله الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك
والقبائل كلها احنا محصورين هنا في دار واعداد ما نقدر والله نسوي شيء ترى ما فيها مشكله في قبائل سامعات لك وبدو لكن ابشر بنا نلعب نربط الحوش ها نمشي نروح ناخذ من الفتح تدرون يا شباب تدرون لا حور وفاطمه فاطمه اليوم لك يا ابو حور حور نزورهم بعدين شيم نروح نزورهم نروحون على خلاص لا انا ابغى انا لا انا ابغى وفر انا ابغى تسمعنا اغني دقيقه لا لا عشان يصير بيننا مزارق طيب والله استفدت فيه استفهام لا 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 نور يا حبيبي نور هذا ترى عندي بس لا اغمر الناس محمد الله يسلمك يا غالي الله يسلمك لا 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 بس بس لا ابو حوق سلام 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 موت خلي موت ما انت عندك حساسيه لا يعني عادي طيب ايش تسوي تسوي انا مطيب خلاص لا لا بس بس قرب قرب يا شيخ قرب اللي تبغى البطيخ اللي يبغى لي قرب يا ربع توكل على الله توكل على الله يعلم الله يمكن لي اسبوع العيال بعد انه مو في المسجد معنا يمكن يعرفون الوضع ابو حصه ابو ابو نهيان حتى مقرن ابو خير عندك يقولون العيال كلهم لكن مر علي ايام والله صعبه يعني الى 50 يوم انا قبل حتى يمكن 47 الى 50 يوم انا قبل اروح قبل زد فرصتك بسبع ايام او ثمان ايام انا جاي للرياض هنا فمتشوق بالحيل الله يعلم ودون يومين عاد جاني المنام قبل امس عز الله واقول يقومني عبد القادر هالحين بالشعور ذا انا ماني قادر والله اول ما ادري شيخ خوف يكسر الباب عليهم يطيح الباب شيء ما متروع عليهم انا توقعتها منه ترى انك توقعها من بدري لا والله بس تدركت تركت الامور بس عنه يا عبد العزيز اليوم الحكي علي انا و الاخ تركي اوفر الاخ محسن التركي يقول ابى اطلع الليله قلنا يا ابن حلال خلك اليوم اليوم والله الصبح اليوم والله يقول بطلع اليوم ولا لا انا طالع تقول خلوه على البول عشان يجيبوا لي انا والله كلمت انا كلمت الاستاذ ناصر ابو نايف ناصر الحربي والله ما ادري قال لي بس انتهى الهواء وروح قبل امس والظاهر انه شكله هو مزبط هالامر ذا قابلت البارح ابو تركي انا وابو تركي محسن قابلنا احمد باقي طيان قبل الديوانيه وقلت له يا احمد انا ما عاد انا قادر وابو عمر تكفى انا بطلع قال لي طيب بس انت تنتهي الديوانيه تعال لي ابو تركي معي بروح القاه قالوا مشى فما اقول غير الله يبيض وجيههم ما قصروا على راسهم وعلى راسهم ابو يارا سامي الجعوني اشهد بالله الرايه بيضه اشهد بالله انه واقف مع كل واحد رجل ذو صفات حميده يعلم الله انه واقف مع الجميع لا انتهى البث قبل البث يعني امور الله يكتب لها الاجر نفسيا دعم معنوي دعم كل شيء السلام ما يحتاج يحلك مرحبا يا مرحبا بن عمرو مرحبا والله وسهلا بيض الله وجهك انا مع الاسف كيف الحال مساك بخير شلون صحتك طيب يا مرحبا الله يسامحك الله يسامحك يا مرحبا الله يبيض وجهك مساك بخير كيف الحال مساك بخير طيب ان شاء الله مرحبا عبد السير بارك فيك الله يسلمك عليك زود الله يرفع قدرك انا يلا متقبلك وانت اهل العلوم يمثل مطير خير تمثيل ويمثل اهل المدينه خير تمثيل ويمثل السعوديه والله يوفقه ويجعله ان شاء الله بار عند امه واللي مثل محمد وشرواه وشروه السامعين والله انا فخر لنا في ذنبه الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك انتم اخواني وانتم يعلم الله اني استفدت من كل واحد فيكم ان حتى في ضيقي نوب يجون العيال ما يدرون هوجس بالليل يعني بعد البث اجلس الحالي اللي يجيني من العيال وش العلوم شاخر عبد القادر بعد قلت لك شيء اليومين ذي يعلم الله انكم انتم الاخواني اللي عندهم بالمدينه موجودين هنا واني كاسبكم اخواني والله الله يشهد علي الحال والله من بعضه يا ابو امس السلام انت ما لا ما نبقى هدر. انا رجالي يا طلع من السلامه من شوري بوجيه وجيه النشامه ان الاداره يقدرون وجيهنا
والله انهم قدرين لكن جاي بقول لك شيء بعلمك عن حاجه انا 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 ما انا ما ابغاك الليل ابغاك تروح معي والد وتشغل شيلات وتروح يا ولد وتتعاطى الجوال ترسل واتس انا لو اروح ماني باخذ الجوال اصلا وافتح اكبر قلب افتح اوفا بالعكس يا ابو فجر ابو فجر ولا يهون الربع انا اتوقع شبه تاكيد ان ما دام العيال جو انك ان شاء الله الليله ما انت ممشي معنا الله كريم من غير ما نطلب ولا نقول شيء ما ادري الربع والله محمد انت ايش ترى يسبونه قال الله يبيض وجهك ادري انت ايش جوك انت ايوه قاعد تبغى تطلع بس بعلمكم شيء اول شيء الاداره من يوم كلمتنا قبل شوف انا بحط لهم العذر وباجي اطلبهم أقول صل على النبي وجي هنا مع وجهك وهذا بعد راس دقيقة انت 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 ابو راشد ما يبغوا يبغون فرقاك انت جيبهم جيبهم بس ابيها وانا عندي لك بيتين خل خل تعال تعال يقول هذا ابو راشد يقول امسح امسح دموعك اسمع محمد يقول امسح دموعك دام عندك وردتين اللي من اطهر قاع للقريه لفوا حنا امسح دموعك دام عندك وردتين اللي من اطهر قاع للقرية لفوا حنا ترى لك كما الدرع المتين أنت الكفو وابن الكفو فخ الكفو عليك زوج الله يا ابو راشد والله اني كاتب هذه الحين يوم قال أنت كفو بعد الله يا ابو راشد ابو حور وكتبتها ضيعتها على ابو راشد اي ما ادري ايش وضعها انا والله اللي تستاهل الله يجزاك خير ابراهيم صح لسانك اي والله يستاهل عني انا والله اني فاقده بالحيل ابو فجر اي والله لو يعطوني اجازه يومين لو يزودونها يوم تبي يومين يقول العزيز يومين يومين زينه اي والله طيب حتى لو نسيت حتى لو بدات ترجع ياك سحبوا علي عادي والله انت بس قدامك والله انا بدي نوم نوم والله يا اخي خليك خليك اضرب يعني ادارك من المنقول واحب اقعد لحالي اي والله بعد اخاف لا اعود بكره يدقني بلف عشان دي زي اللهب تعال تراني ذا اليوم يا عبد العزيز تراني اليوم نشط انت دائم ما شاء الله عليك ولا اليوم غير نوفا عسى دوم يا بحور نجار ومليس وطبطبه وكل شايفكم اول شيء الله يجعل لكم اوفر ما ادري ايش ايش هو الاوفر ايش ايش هو الاوفر هذا بالانجليزي هذا هو اللي قال ابن عمي قال هذا وش هو ايش عندك انت حبيبي لعب حق ترى كله محسن هذا حق يقول لي قول له هاتيها شيخ شيخ هذا حق مجان نوفا نوفا مجان يا ابوي خل تشوف بحور خل تشوف بحور شوف 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 البسها البسها والله فلوح نوفا شوف هذه حقتي شوف البسها هذه حق لبس ذيك يا نوفا حقتي شي هذه حقتي صح؟ لا لا مني خذيها اقول حقتي انا خذيها نوفا اعطيها يا محمد لا خذها خذها معك خذها خذها شوفها نوفا السلام عليكم شوفي شوفي ايش حالك ينجرف يا رجال وين انت لزاق ولا اخي اي ربطه والله والله يجعل هذه هذا دمه يمر على الخضاد ياخذ منه تمي السكر على قوس الشروم يا طيب خلاص هذه ابو محمد لا لا شيم قذفوه بالحجاره يلا ارمي طبعا هذا ترى يعني بعد طبخته امس سوى لنا طبخه نوصل الله ياخذ امانه قادر شيم شيم قادر يا شيم يا كل واحده لا 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 والله يا والله ما عاد عندي بيكم خلينا نجيب ها تقول اليوم عندنا جابر يا عبد العزيز والكلام الجميل تم الرجال سوى طبخه اول شيء الدجاجه ضيفت الله تعيش في مهونه وتدخل في مهونه وتنطبخ في قدر ضغط نيابه بشبه تعذبه هالرجال سوى اوفر ايش سوى؟
هي مذبوحة صح؟ جاء أول شيء فصخها، نزل جلدها في الأرض، هذا أول شيء. ثاني شيء سلقها، من يسوي لها مساج مدري يفرك اللحم فرك إلين هبه مثل السيور. من يطبخها خشها كذا، والرجال كله أمل إن كلهم بيأكلون معه. عودك للحالة هو راح يرقد، وإلى الآن يعاني من قرحة في المعدة. بالعافية يا جماعة. بالعافية يا جماعة. بالعافية يا جماعة. نوفا. نوفا تعال. عيب. خلاص شيل. شيل. تعال. خلاص. هذا الرجال إذا قال لك أنا أعرف أطبخ. فاغسل يدك. ما يعرف يطبخ، وإذا قال لك في اللحية تجي حلقها. إذا قال في اللحية. جزمة تختت ساتي. خلت تجي خلت تجي. والله يبيض وجهك، والله يبيض وجهك. عيد عيد بتسيها نعم بدها تدبه تكفى شو لك تويت تبين هذا مش عندي مشكله والله ولدي مرجان الله يسلمك خليه يتسع الدلع ما يا ما تبي انا مستعجلت ولدي ابي اسمع تعال يا شيخ ابو حره يا شيخ ابو حره المحبه من الله ما تحب من لا لا عمي شو عمي هذا من عمي عمت والله اي والله وجهك ابو فجر ابو فجر يا ابو فجر خلي العداوه اللي بينك الحمد لله لا لا خلاص جرى تقريب الاجيال اتعنى مصاب خلاص شيء يا والله مبدعين يلا اتحداش شيء اتحداش تحطينها كلها هرب عليكم شيء تعال قاعد هنا خلي خلاص خلاص العب خلاص ما اقدر يا هذا الشيء شايف انت هزاع تبي الفرق تبي الفرق تبي تروح يا محمد ابغى اقول قلت شايب احسب انها بتقول بيض الله وجهك قالت انت الشايب امانه اي فزع فجابها ما في الله يخليك لي ويخليه لي شوي يا حب طبعا عندنا حب زين الجو لا هنيه برد انا برد محمد ليه شعر طويل صح رب راسي مربع اذني كذا ما لا الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله بيعطينا سمري انا بنتي في العيد قالت بابا قلت لبيه قالت رجلك حلوه والسكين حلوه طق طق يا شباب عاد الغرز لكن بنتي يا اخوي